من العراق وإلى الجزائر، حيث قرر ممثلو الحراك من 21 ولاية على الأقل وكذلك الموجودون منهم في بلاد المهجر، قرروا الجلوس على طاولة الحوار عن طريق عقد مؤتمر موحد يوم الخميس في العاصمة الجزائر. ويأتي اختيار هذا التاريخ احتفالا بالذكرى السنوية الأولى للحركة الاحتجاجية غير المسبوقة وفق ما قاله المنظمون. عام على انطلاق الحراك الشعبي الجزائري المطالب بإصلاح شامل للنظام الحاكم وإنهاء الفساد ومنع الجيش من التدخل في الحلبة السياسية. عام شهدت فيه العاصمة ومدن جزائرية احتجاجات عمت الشوارع بشكل أسبوعي وثابت، نجحوا من خلالها الإطاحة بعبد العزيز بوتفليقة الرئيس العاشر للجزائر الذي حكم البلاد ما يقارب 20 عاماً. رغم الإطاحة ببوتفليقة وإجراء انتخابات رئاسية وانتخاب عبد المجيد تبون وتشكيل حكومة، إلا أن الحراك الشعبي لم يخمد ويستمر بتمسكه بمطالبه المتمثلة بإبعاد رموز النظام السابق عن الحكم، رافضاً الاعتراف بنتائج الانتخابات. لا أعتقد أن هناك أي إشارات من النظام تظهر أنه يريد حقاً الانفتاح والتقدم، ولهذا السبب طالما أن السلطات لا تستمع للجزائريين فإن الجزائريين سيواصلون الخروج والاحتجاج سلمياً. الخميس القادم ستشهد العاصمة الجزائرية ومدن عدة مظاهرات ومسيرات للاحتفال بسنوية انطلاقهم. إلى جانب ذلك سيعقد مؤتمر وطني يجمع أطراف الحركات الشعبية للإعلان عن موقفهم حيال الوضع في بلادهم. وكذلك نحن أمام الموعد التاريخي في أننا ربما ننجح في الإعداد لأول ندوة وطنية جامعة للنشطاء الحراك وللفاعلين في الحراك، التي ربما راح تكون النواة الأولى والحجر الأساس الأول في بناء جبهة قوية، جبهة موحدة. الحكومة الجديدة على الرغم من مواجهتها للمعارضة الشعبية إلا أنها تواجه قيوداً اقتصادية صعبة وتراجع عائدات موارد الطاقة، ما يعرقل تقدمهم بعرض حلول للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الجزائر.